هذا الكتاب يحكي أسمى قصة في الوجود والأكثر مصداقية على مر العصور، قصة الإله الحقيقي الذي يحب أولاده فأعد لهم سبيلا للخلاص وهيأ لهم طريقا للحياة الأبدية. كل قصة في 31 فصل تكشف عن إله النعمة، الإله الذي يتكلم، الإله الذي يفعل، الإله الذي يسمع، الإله الذي توجه حبه لشعبه ببذل يسوع المسيح الابن الوحيد ليكفر عن خطايا البشر. والأكثر من هذا، فذاك الإله الذي لا يزال حيا، لا يزال يسمع، لا يزال يفعل، لا يزال يسكب نعمته علينا، النعمة التي تمتد لضعفاتنا وسقطاتنا، لنجاحاتنا وإخفاقاتنا، تمتد لنا في أوقات الشك والقلق. فهل نتجاوب مع دعوته لحياتنا؟ إنه الإله الذي غفر سقطات داود وأنقذ دانيال من جب الأسود، ذات الإله السماوي الذي كان يرعى شعبه في البرية يرغب في رعايتنا حتى في أوقات ضلالنا، ليعيننا على تخطي سقطاتنا ويقودنا لحياة أبدية. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد.